كمانة كيفك أمي؟ حبيبتي الحمد لله على السلامة. ماشي الحال حبيبتي. مين ما بيست بعد هو؟ مين ما بيست؟ كنا عاملين بارتي. اي واضح انه بارتي. سمع؟ سمع؟ شو اخباركم؟ تمام؟ اشتقت لكم؟ نحن كمان أيوه أنا كمان اشتقت لكم. اليوم غريب يعني هذا إحساس الصف بيحزن وبيفرح بنفس الوقت، يعني إنه واحد كلنا هيك منحس إنه تعبنا وإنه خلاص قربت على الآخرة، وبنفس الوقت هو آخر صف أنتوا كلكم مجموعين فيه، لأنه الأربعاء والخميس على الأرجح بيكون في منكم عم يتمرن بالبرايم، يعني ما رح شوف، يمكن ما بقى شوف الكل هيك بالصف سوا. بقلكم انه حلو الاحساس وبنفس الوقت بحزن، لانه عن جد خاصه نحن الاساتذه بنشوف جيل بعد جيل، بحس حالنا نحن عم نكبر، عرفت انه هن انه عم يجي اولاد ويفوت ويفلوا اولاد ويجوا اولاد يفل شو بين عليك كبرت من اول موسم لهلا عم خطير، ما هيك شيء بيأس يعني شيء بيزعل. رافائيل وين حنان؟ ما جوا. اوعى تقول لها هيك لمرتك يوما ما. انه قلت لي هاي كيفك؟ زغراني حنان. زغراني حياتي. لا يعني بالمستقبل. هيدا هيك بس تعلمك انه اوعى هالجملة تنقال لمرة. اول شيء هيك بدي احكي معكم شوي تنعمل اكزرسيس مهضوم، لانه اشتقت اعمل معكم اكزرسيسات، هيك فضيت الاكاديمية فجأة. وصار في مفاجآت على فكرة، مروان آخر جمعة اشتغل لحاله 5 إكزرسيسات، تخيلوا مروان وحنان، تخيلوا مروان عمل 5 مشاهد آخر جمعة. كيف مشاهد كانت؟ لا ما شفتوه بشارك وما حضرتون؟ فهلا سؤال رح أسأله لكل واحد منكم، ومن من السؤال اللي رح أسأله نبلش الإكزرسيس. مين أكثر شخص اشتقت له بالأكاديمي من يلي فلوا؟ محمد انا ايه عم طلع فيه بس بقى ما شايف والله مش شايف ما بطلع فيه اكتر حد اشتقت له من اللي فلوا ايه علي علي مين اكتر شخص اشتقت له من يلي فلوا رافائيل ملحد شغله هذا ايه بس انه بهالجمعه بهالجمعه هذا الاسبوع خلف حنان يعني يا حنان اذا حنان حنان حنونه حنان نسيم انا في اثنين نفس المستوى يعني مين دينا ومابال دينا ومابال ايه. علي مين اكثر شخص اشتقت له طلع معي ولا في الاكاديميه من رفقاتك هوني والله كثير لكن انيس أنيس مين أكثر شخص؟ علي وما بعرف. هايدي مين أكثر شخص اشتقتي له من يلي؟ علي. علي. شانتال. دينا. أنا كلهم بصراحة. شخص بدي شخص. لأنه الشخص بدك تختاريه بدك تشتغلي معه هلا. كله. بس اشتاق بس بدك بس ما فيني شغلك مع 14 شخص، بدي شغلك مع شخص. مروان. مروان عظيم. حنان رافائيل اكيد رافائيل اكيد ما بعرف بس حدا بدي حدا تشتغلي معه انيس انا كان منين ولكن اكثرهم حنان سهيلة وإيهاب اول كوبل بيطلع بليز دينا ما بدي اثنين صار ما اشتغلوا انا اشتغلت خلص إيهاب لا ما تبلشيش فيي انا الله طب يلا مين كل واحد يبغى يشوف القناه يلا بدي بدي كل لا لا يلا كمان يلا رومي 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 يا حرمه أنيس بتضل هون يس ما بدك تظهري لبرا بليز ما بقى شارة التمرين
انه بس تفوتي بس تفوت مابيل بس تفوتي رح يستقبلك انيس بسيتوياسيون هالسيتوياسيون بيستقبلك فيها ممنوع تقولي انه لا يعني يعني مثلا افترضي اذا استقبلك بجمله عم بيقول لك مابيل بليز شفتي شيء هيدي انت حاطه سشوار هون عرفتي ما فيك تقولي له انا ما كنت هون وقت يعني اذا بده يتهمك بشغله يعني او بدك تفوتي بال باللعبه اوكي هلا لبرا بليز اوكي انت قلت لي انه اكثر شيء اشتقت لمابيل اوكي واطلب منك خدمه بس تفوت مابيل بدك تستقبلها هلا تقول لها شو جايبك شو رجعك لشو رجعت هالاكاديمي كومبليت ما العكس ما قالوا لنا انه مش الكل بدهم يرجعوا بعدين انت اتهمها انه انت كنت قايله ما بدك ترجعي انك مش طايقه الاكاديمي شو بالوجه مراي يعني كيف يعني انه بتحكي شيء وبتعملي شيء اوكي هاي سبا رجعتي على رجعتي؟ ايه على الأكاديمي ولا رجعتي؟ ايه رجعت على الأكاديمي وأخيرا انه حتلي معنا كل أسبوع مع الكل؟ أكيد أكيد مع الكل مع الكل ايه وكيف كيف يعني مش حطيتي بوست على الانستغرام قلتي انه ما رح أرجع وخبرتي العالم والعالم صاروا يبكوا وفانزاتك عاساس انه كان تيكت وهيك ما مش ظابط معي كرمال سفر انت بلبنان انه مش لا كنت برا كان عندي كونسرت ف كان على اساس ما راح اقدر لحق اجي وهيك وبتعرف انه العالم كلها بدها يعني بس قدرت ادبرها متواضعه بالحياه جبت كل اغراضك يعني راح ضلي اسبوع و جبت كل اغراضي وضبيت شنطتي وكل شيء راح تغني يعني كمان بالبرايم ايه رح اغني غنية كثير بحبها شو هي؟ غنية فاينل كاونت داون والله ماي عن جد ياي ياي يلا اوكي يلا احضب شنطي اوكي ارجع جايز شو عملت؟ بس يا ريت قلت لها اذا يعني الشغله كانت ناقصه شو كان ناقص بالاخر؟ الشغله شو بدي اعمل؟ لا لكن اذا انت بدك تغني غني لحالك انا مش طايق غني معك يعني كمان منيحه؟ ما فهمت هلا اذا منيحه ولا لا مش قصة منيحه هو كان لازم لا قصدي انه كان لازم دوفيت شوكي انه انا مين قال ما بدي غني معك يعني كان بدي تشوفي علي ان با بلو لوان ما فهمت هي ما فهمت انه اوكي باي رح دبر انا رحت معه يعني مشيت معه على شغله بس انا ما كنت فاهمه طب قال لك ضابي بشنطتي وفالي ايش اوكي انه مع مين بدي تغني بالبرايم اوكي 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 فهمت شو قصدي؟ انه مع مين بدك تغني بالبرايم اوكي طيب ضليتك بس ميم طون هو ما اعطاك ما اعطاك ال ال يلا غير كوب بليز يلا بس مين رح يظهر؟ انت بتظهر اوكي نسيم حبيبي اشتقت لك صباح وحشتك حتى يا صباح عامل ايه كويس؟ الحمد لله انت صباح شو الجو بر؟ حشتني كثير الحمد لله وانا كمان انت زي وحشتك برشا كتير كتير برشا يعني كتير كتير مش شايفة ده بصراحة جوا بس أنا في حاجة جوايا عايزة أقولها لك تفضل يعني أنا شايفة بصراحة إن أنت ما تستحقش تقعد يعني المرحلة دي أنا كمان شايف بس الجمهور فعلا يعني هو الجمهور اللي قعدك أنت شايف ده بس انا شايفه اني يعني انا كان انا عملت اكتر منك هنا يعني شايفه ان انا اقعد استاهل اقعد تستحق يا حبيبتي مين قال هالكلام تستحق انت كمان لا بس انت ما تستحقش تقعد لغايه دلوقتي انا مستحقش بس انت تستحقي بس جمهورك ما صوتلكش يعني لا
انت نشست في الـ في الـ في الايفال في الايفال اللي قبل البرايمري نشست فيه انت انا ما نشستش في البرايمري لا هو كان ايفال اللي نشست فيه انا قبله انت برايم كنت نشستي فيه او نسيتي الكلام بعد انا امتى اغنيه ايه قولي هي الاغنيه كانت هوا هوا شكرا انا غنيت نسيت فيه الكلام انت ما غنيتيش اصلا ممكن بس انت خربتها اغنيه اجمل نساء الدنيا بصراحه الاغنيه اللي انت والاغنيه اللي انت غنيتها في الايفال كانت وحشه جدا بس ما طلعتش واخر ايفال ما شاء الله خربتها برضه ما طلعتش من هنا تصوري انا عارفه انه ما استحقش بس انت يعني انت شايف ان انت تستحق لا الجمهور مش ما قدامه بيستفزش اصلا هو بيستفز اللي قدامه بس دي كان في كده حاجه بعد شويه لا هو مش معقول اعطوني خيركم بدي اياك تروحي لعبه ورني جمالك انا تعال تمام صافا ايش الاخبار رواه شادلك كثير 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 استهتلك حنا بس بدي لك شغله شو انه انا رحت جمعة الماضي وطلعت لبرا ورجعت هيك شفت ذكريات وكذا و شو عم بسمع الساعه شو عملت بالساعه اللي اعطيتك اياها لا انه رجعت شفت اللي كنت احكي معه وفكرت انه خلص خلصت هلا انه اخر جمعه بدي اقول لك انه اللي بيني وبينك انه كنت عم بضحك عليك فينا نعمل شيء تاني انا مش مش عم صدق ولا الموضوع مستحيل صدق ولا هيك يعني يا حبيبتي مش مستحيل صدق ايه بدك بدك تشتغلي كانك مصدقتي جايت لعلى برا صعب لا لا ما حلو تعرف على الموضوع لا ايه سكري الباب هاي اشتقت لك صبا طلع فيك تطلع من هون في يطلع من هون اوكي يلا شوي حنون سافا اشتقتي لي بهالجمعه كثير اشتقت لك ايه وانا كمان ما كثير اشتقت لي لانه شو شو انه طلعت لبرا وشفت انه عندي كثير فانز وهيك شفت حالك يعني لا مش شوفت حالي مش انا كنت عم اقول لك انه بس تطلع رح تشوف حالك مش شوفت حالي بس تطلع رح تنساني وبس تطلع رح تقول لي انه خلص هلا صرت نجم مش قصه نجم لا مش عن نجوميه ليك بدي اخبرك اياها مثل ما هي رجعت شفت اللي كنت احكي معها مين هذا اللي كنت احكي معه بدك تحكي معها قبل الاكاديمي انا ما بعرف القصه انه طيب اذا ما بتعرف انا كنت احكي مع وحده قبل بس ما بيهمني اعرف اصلا بعدني بحبه وهيك مو بيهمني ما عندك مشكل؟ لا لانه وقت اعطي قيمه للانسان وهو يعمل من هالقيمه ماشي انا بعمله ماشي عادي يعني بس انه بس انا كنت ما على بالي اقول لك شيء بس انه حسيت هيك لضميري انه يكون مرتاح بس تقول لك اني عم بضحك عليك اوكي عرفتي كيف؟ انه هيك انبسطت اربع اشهر لذيذة شاي ما شاي عروس تعملي عروس مثل ما انت انبسطت انا كمان انبسطت ما بهمك الموضوع لا بس انه انا بس بدي ضميري انه يرتاح بس انه ارتاح ضميرك هلا تظهر ما بدي توجعي لي راسي تليفونات وانت كذاب وهيك الا عم بحكيها على الهوا يعني. لا انت صرت هلا مشهور ما في اتصل فيك يعني ما رح تجاوبني اصلا لإلك انت كذاب لا لو ما صرت مشهور ما عجاوبك يعني انه خلص انه واحد بيتقد يلا تسلينا شوي ما هيك يعني بهالاربع اشهر ايه شاي والصبح وبتعملي شاي وعروس طيب حلو الموضوع عم نمزح مع بعض هيك عم نتسلى اوكي
بدك يعني اقول لك ما الاخلاق والتربيه بتحكي والله ما تاخذيها شخصيه هلا لا مش شخصيه في في شخصيه اكثر من هيك كيف يعني الاخلاق والتربيه بتحكي ما في كان انا عم تقول عنا بلا اخلاق مش مربى انا مش مربى مربى التفاح لا انه لو كان عن جد لو كنت تربيتك هيك حلوه وابن الناس ما كنت رح تعمل هيك ابن الناس مطوله هون لا هو اسبوع ان شاء الله وراحه قطع الاسبوع اخر انا حره انا اعمل شو ما بدي بس انا كثير قوي بتعرف ليه انا اقوى منك لا خليتك تحبين جلبس يلا يلا خليك حبوب عندنا نحب كمان عم تقولي حكي اللي معلمك اياه شفتيه بدمك يلا 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 ما بستفز انا هيك عادي ما بتفرق معي ولا انا بستفز اصلا هي بسطنا يعني يعني في ارجع لصاحبتي اكيد حبيبي يلا هلا خلص انا بطلع اكيد بلاقي يعني يعني انت ما طلعت انا طلعت شفت شو في عندي بس انت ما طلعت شفت شو في عندي ما فيك تضمني ايه بس تبه. اطلع ان شاء الله تبه. يلا باي سكينة احلى ناس طلعت طلعت صبا الحمد لله كل شيء بخير صحة بخير مالك يعني لا كنت شو توقعك تيجي يعني عرفت سمعت انك مش رح تيجي اصلا وليش ما هنجيش لانه كلهم كانوا مش حيجوا اصلا حتى الفانز ليش بغيت توصل من الاخر حتى الفانز اللي عندك مو كذبه هذاك الفانز تبع كل عامي كل سنه يعني على نفس الفانز لكل لا انت عندك انت فانز واو لا ما عندي فانز انا منين جاني فانز انا فانزي عندي فانز كبير وعندي جيش شيكاوي كان حمق عليه ما تستفزش تنكتب مستفزش حبيبتي فيقي والله حرام اسمعي سكينة اشتي بالا فان دو موند يعني كانت مرحلة حلوة في حياتنا لكن هذا مرحلة كذبة مبنية على كذبة يعني تصوري خلص احنا الأربعة الموجودين حقيقة اسمعينا اللقب أصلا ليش جايين كان عندك دراستك وعندك لا ما كان قراش أنا ما تقراش؟ صيدتي فاضية يعني فارغة يفسر مثلا ليش جاي أنت هذا ما كان زقتي بالبيت جيتي لا شكلك بيضحك ايش بدك انت تسحب لك راسك غدي الفينال بتحلمش خلص انا فينال اصلا حبيبي واخا فينال بكي ما غديش لقب حتى لو ما تاخذش اللقب اللقب خلاص جايني من الفانز لل هاي بلاستيك البلاستيك ولا بالله نفس الشيء ماتير يعني بس ال 25 رح يعطيونا احنا لا لا تكيت با ما عنديش لقب وانا رجعت باش نستفزك لانك صراحه انا فاضيه ما عندي 100 درجه باش نقابلك انت احنا كنا في كذبه كنا في كذبه بس اللي كان يكذب اكثر كان يتطور في البرايمات أكثر واحد كنت نكذب بعد كاش وصلت فينال حباس كان كذب بشكل هايدي ما توب وان مرتين مروان كمان مرتين كل شيء كذبة وكنت بجد يعني عرفت حرام كذا عايشونا في كذبة مثل هذه وبعدين ملك يعني لما طلعتي ما حسيتيش هذا الشيء حسيت وقالوا لي الناس وقالوا لي البروغرام كامل كذبه وما تستحقيش كل هذاك البروغرام كي ما تسوقتش لي مهاني ماشي مشكل هاني الا مشيتي موراك سد الباب هاني الا مشيتي موراك سد الباب اسمعني عندي امتي ولا حيتي غادي تدق لهداك عندي صديقي يعني طبيب نفساني يعني ما تخليها شخصيه يعني بس يعني هو حاب يتعرف عليك يعني عندي طبيب اعصاب يحب يتعرف عليك لان يعني. دمك بارد بزاف وهادشي ماشي طبيعي احنا مغرب عربي معروف عليه لكن انا وصلت صدقت يعني انه خلص كذبه ليش لا توتر حالي يعني راح ارجع دراستي وكمل باقي وكشي
بس نحن نلم شنطنا وكلنا حنروح على بلدنا نرجع حياتنا طبيعية. يلا يتسنونا الناس في المطار أحسن استقبال. مين ناس المطار حبيبتي؟ فانزاتي. فانزاتك؟ فانزاتي وفانزات حنان وإيهاب. أنا مصر أن أتعرف عليك الطبيب نفسه. تضربي كمان؟ لا. بس بدي أقولكم هيدا البروغرام أحلى حقيقة بحياتكم. أحلى حقيقة. أحلى شيء بت هيدا. أحلى شيء بسيط. أحلى شيء بسيط فيكم بحياتكم. يا دو. أوبا. فينا. نوبا. فين؟ بخيش. أطلع أطلع مش قادر أنجي عندك. عارفك عارف. سبا. فين؟ مزيان. سبا. كده أمك. أمك كدير. ما حبتك. سبا. ما حبتك ليه؟ لا بس إيش كش جديد. ما كين تشي جديد. مجال التشعر ودي جي 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 غاز احكي عشان احكي وعليش جايني مالا كيفاش علاش جيت لعندي احكي كيفاش جيت عندك انا عاجز انه حليت الباب لقيتك انت صدفة زعمة زعمة يعني صدفة جيت لقيت سهيلة ما متوحشكش اصلا ما جيش عندك ما متوحشتك اه انا متوحشتك توحشتيني انا الله يحفظك كان انا متوحشتكش لا انا توحشتك وانا متوحشتك ده مش بيتي شبيتي ده سبحان الله العظيم قلت لك انا ها اي احكي من تحبيني انا هي مش نحبك بارك الله شكرا لا فيها انا فيها عي لا ما فيها شيء عي جيتك شو النورمال انا عادي شنو حشمتيني حشمتك انت وجه الحشمه انت اديت لي زنايقات هنا حي عليا شبين عليك كم دابا دابا شبيتيني شبيتيني بغيتي نتزوجك ولا شبيتيني تزوجني واش بيتين قلت لي تتحبيني دابا شكرا جوال ما تحبنيش لا تكرهني انا بزاف تكرهني اه سوري علي جاي لعندي علاش هذا ما يضيع وقتك وانا قبل لي الباب حليته وانت لي انت اه قبل لي الباب حليته بالك الباب دابا شنو واش كتبغيني ثاني كنبغيك كنموت عليك يا يلا تزوجوا يلا يلا نتزوج يلا طن طررن طن طن زوجنا خلاص هيك بهالسهولة خلاص قال لك ايه بحبك غيرت رأيه بدغري دغري ليش لفكك انا وحده بتقنع بس ولو قالت لك بحبك مع انه كان كثير مهضوم لما انت بلشت عم بتقلها لا انا لا ما بحبك هلا بيسو حبيبي تعال هلا اسمع تعال تعال في شلتي من هنا شنو هناك بس خلينا نفك هذه تعمل امي اذا عمي تعرف انا اكسر امه اسمع تعال تتهبلت ولا اسمع اسمع تعال انا كاره ام الاكاديميه كاره ام الاكاديميه زي طيب وشكلك انت ما ادري ايش قلت لي حيوان اسمع اكسر ام الدنيا يلا انت ميري ما طيحت عايز تعمل ايه بنكسر هذه يلا ابو شكلك انت سريع على طول كذا انت قاعد اسمع مو انت من علي بطل عندك حاجه ثانيه؟ طيب انت معايا ليه طيب؟ حرام ده حرام قاومني شوي حرام ده حرام ده ليه؟ لا اسمع طب ليه مش تسوي؟ بدل ما نكسر ناخد واحنا ماشيين علي صوتك طب اسمع نحط السيدي جوه قربها طيب حلو في حاجات حلوه هنا مروان بيجيب سيدات حلوه طب اسمع تعرف شو نسوي؟ ها؟ تعرف شو نسوي؟ مين دي؟ ها؟ مين دي؟ لا يا شيخ هذا عقب سكينة هبلة سكينة بس تحط أشياء هبلة هنا اسمع استعمل تعرف شو نسوي؟ هذا بناخذ هذا وناخذه معنا نفشخه ايش؟ نفشخه طيب و طيب ايش نسوي نبغى نكسر طب ما انا اقول لك على حاجة احكي لي مالك بس ايه اللي حصل طب في ايه؟ يا عمي انا جاي خربان خربان يا برنس وبيني وبينك صاحبي يا اخي مقهور مقهور من ام الاكاديميه ما انا معاك في الموضوع ده المهم في اي مشكله شفت ايه برا قول لي يا عمي هو مو عاجبني شيء زي مو عاجبني شيء يعني انا جاي بس بجاي اكسر ماشي انا معاك بس مشكله معايا ليه ولا ليه 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 يا صاحبي ما انا كذا ماني قرفان ماني طايقهم مين اللي مش طايقهم؟ كلهم لا كلهم لا مدام بنتي ولا مدام ميري كل الأساس كلهم يعني ظلمت
شوف جاي يكسر معاي ولا لا؟ معاي نهاية أنا جاي يكسر. أنت فينال ما فينال؟ أنت معاي ولا ما أنت معاي؟ لا أنا معاي. ما فيش فينال. فينال مين؟ بلا ما خلص يا بابا. فجر حبيب قلبي حبيبي تفهمني زي الفل. يلا سل حبيبي سل تعال تبني من برا. جديدة انت جيت؟ تعال يا كوكي. اه ضعت. انت هتعملي ايه؟ بص اقعد بس كده. الاستشوار ده المروحة اللي جوه. انيس انيس ما تعصبنيش. انا بقالي يومين بعمل فيه. اوكي اوكي اوكي. شوف الاستشوار المروحة اللي جوه عايز اشيلها. بص انا عارفه انت بتحب مابيل يعني وتهتم لامرها وفاهم مش دخل مابيل الاستشوار يعني. انا اعصابي تعبت منها يعني. قعدت يعني قعدت كام برايم هي؟ قعدت كام برايم؟ 10 11 رقصت وغنت وهدي شرقي ولا انت عندك حضور وعندك كاريزما والكاميرا بتحب ليه؟ انا فيها ايه يعني؟ هي فيها ايه عني؟ بص من الاخر انت بتحبني وانا عارفه ان وانا عارفه عليك حاجات وساكته. انت هتساعدني في الموضوع ده؟ ايه انت عارفه عليه؟ هشيل المروحه وهي بتعمل شعرها. اوكي الشراره اللي جوه هتخش شعرها تحرقه والله تحرقه ومش هتطلع. مش هتطلع بقى البرايم الجاي وانا هاخد مكانها معاك. هايدي هايدي روشو. انت معايا في الموضوع ده؟ هادي لحظه بقى. ولو ما طلعتش معايا في الموضوع ده انا هقول لك كل حاجه اللي انا عارفاها عنك. ايه هادي هادي لحظه لحظه. انا عارفك منيح. شو ما بال وقعدت 10 برايم. انت اكتر اخر واحده. يعني انا ما رقصتش لحد دلوقتي وهادي عوده بيقول ان انا فاشله في الرقص. انا مش عارفه اعمل ايه بجد. مش عارفه اعمل ايه. اشمعنى هي بترقص وانا لا؟ هادي انت اخر واحده بتغيري. وبعدين انت عندك فانز بصراحه وانا عايزه اطلع معاك في التابلو. عايزه تطلعي معايا. طب بلا ما لا انا عايزه احرق شعرها. انا بصراحه لون شعرها عجبني. بتستفزني انيسه مش فاهم. وبعدين بتيجي طريقه ثانيه. لا بتيجي صف هادي عوضه وتقعد ترقص عشان تغزني. تقول لي انا بعرف ارقص وهي بتعرف ترقص وانا لا. بحركاتها بعرف حركاتها. بعرف صح. شوف انا اول مره انيس خليك معايا احسن لك. بس بلاش هتكسب معايا. بلاش الاستشوار. بلاش بلاقي طريقه ثانيه. بلاقي طريقه ثانيه يعني. هساعدك في الموضوع ده. عندك ايه طريقه ثانيه؟ خليك عندي. بس حرام حرام رجلها كويس. هنقطش رجلها هنعمل ايه فيها؟ لا في ثلاث سنين. انيس بص بتعرفي انا هقول لك على حاجه واحده. انت عندك فوق في الاوضه حاجتين انت ما تعرفش عنهم حاجه. لو ما ساعدتنيش في الموضوع ده ما انتاش جاي برايم الجاي. قوم طيب شيل المروحه. طيب حشيلها. انت خلاص روحي نامي ارتاحي وانا تلقيني شلت المروحه واعطيك المروحه. يلا انا مش عارفه اشيلها من الصبح. بس في ايه بتاخد فوق؟ انا قاعده مستنيك لحد ما تشيله وانا هستناك فوق. لو لقيت انه تمام و وهيولع في شعرها هبقى معاك. غير كده مش هقدر اساعدك. اوكي تسمحي لي يا مابل. الله حرسني من الركبه. حرسني من الركبه. وغنينا مع بعض. مبروك يا سلام. مردومي كتير هيدي فاتت بالله من الاخر. هاي هاي كيفنا؟ تمام ماشي الحق. شانتال شانتال شو بكي؟ شانتال 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 ريحتك توم. شانتال شو اكله؟ شو اكله لديك شانتال؟ ما قلت لك ما تاكلي توم. شانتال شانتال عن جد شو بكي؟ شانتال هلا بلشت؟ يا الله شانتال بوسه بوسه بوسه. قلت لك اكلي توم شو بدي بوسك؟ قومي شانتال قومي شانتال غرقت بيتك طول عمرك تبوس بالبرايمات.
يا شاطر مضطر تبويا مضطر يا ما كل بوسه بوعه وعيتي ما احلى هيك قومي ما بدي شاطر شاطر اخي اجريك قومي مش ناقصني انا شاطر مش ناقصني ما بدي بوسه قومي تبويا مضطر هلا ما في شيء جبرني قومي بس عالي قومي اخ نيحه نيحه ما احلى هيك شاطر بوس بوس ما بتبوز مش راح اقوم راح اغيب على بعد بوز شاطر اكل توم ما فيه ما بقدر ما اكل توم ما بقدر اف ما بتزبط بس حالي اف اف هاتومات امك قوية زباني تفهمنا باي ميرسي على كل حاجه مدام بدنا نسال شو رايك بالبروموسيون تبعنا امي انت هون ميرسي شو بكم مدام بدنا نعرف رايك في البروموسيون تبعنا فكري في الموضوع انا فكر بالموضوع طلعت حاجه من فوقي اطلع مشي باي انا اول مره بس متجنن من شيء حد خبيث. انت ما تأتي بعض وانت ورفعت. حبيبي. Thank you. يا باي.